ده يعني. ان تحول الثقافه الى سلعه زي الثلاجه بيست سيلر. بيست سيلر ما هو بيجيب كتاب يقول لك ده احسن كتاب بيبيع. هو ده اللي موجود في العالم كله. لا ما دي الموضه. لا لا مش موضه. في فرق ان انت تضحك على الناس فتبقى عايز تلمع سين فتقول ده تطبع له 50 كتاب وتشتريهم وتقول النسخه الثانيه والثالثه والتاسعه والعاشره ده حاجه، وان انت تقول ان دان براون اكتر واحد بيبيع. لكن دان براون لما احسن واحد بيبيع بره هم يعلموا انه قيمته مش شكسبير ولا هو ماركيز، لكنهم عارفين قيمه عارفين قيمه دان براون كبائع، لكن هم ما يقدروش يقارنوه بدوستويفسكي ولا هو يجرؤ. لكن اللي احنا عندنا هنا البيست سيلر بيقارن نفسه بنجيب محفوظ. في تطاول طبعا، في تجاوز طبعا، في تجاوز المقامات طبعا طبعا. لما يطلع كاتب يقول نجيب محفوظ ايقاعه بطيء والناس ما بتقراهوش، يعني مع عظيم احترامي. الجرأة دي كانت ازاي؟ البيست سيلر انا ببيع اكتر منه. دي لعبة دور النشر طبعا طبعا. مش كل دور النشر، لا احنا كنا نقول تبعيد منجي، التبعيد مهم. بعض دور النشر بالظبط، يعني التعميم مخل. بالظبط طبعا. في دور النشر لعبت دور مهم في ده. وسبب من اسباب ان الكاتب العظيم اللي انا بحبه جدا جمال الغيطاني اصيب بازمه قلبيه، ان اتقال له من احدى دور النشر انت كتبك ما تتباعش زي فلان وفلان وفلان. فالراجل جاله ازمه قلبيه لانه مش ابن العصر ده، هو ابن عصر تاني. انت ابن عصر مين؟ انا ابن عصر جمال الغيطاني طبعا، ونجيب محفوظ وطه حسين. ده انا كبرت عليهم، فانا ابن هذا العصر وحضرتك ابن هذا العصر. القيمه هي قيمه. انا راجل اول ديوان عملته من 5 سنين لان كنت خايف انشر، خايف انشر، لان احنا عندنا رهاب النشر. انت هتنشر ايه يا عم انت جنب صلاح جاهين وفؤاد حداد وطه حسين ايوه بس انا برضو دول ما يعجزوش الابداع. لا خالص خالص. اقصد يعني اقصد ان ابداع نجيب محفوظ لا يعني ان لا ياتي بعده. لا ما حدش قال كده، عمري ما قلت كده. انا اخشى حد يفهمك. لا لا اطلاقا، بس لازم اعلم خيبه نجيب محفوظ. ما حدش قال كده. وطول عمري وطول عمري بقول ان ام كلثوم موجوده ودوروا عليها هتلاقوها، بس احنا مش عارفين نجيبها. لكن ما حدش بيقول ان الغنى وقف عند ام كلثوم، ولا الادب وقف عند نجيب محفوظ، ولا الرؤيه المستشرفه والمتنوره واقفه عند طه حسين. لا ما انا ما قلتش كده، لكن يجب أن نعلم لهؤلاء قيمتهم ونديها لهم. لكن ما ينفعش واحد يطلع يقول نجيب محفوظ أصل الريتم بطيء، أصل مش، لا ما ينفعش يقول الكلام ده. نجيب محفوظ يا جماعة ده الحرافيش. نجيب محفوظ ده قيمة وقامة العالم كله معترف بيها، مش هو مش مستنينا زي محمد صلاح. يعني عندنا مشكلة في إن إحنا بنخبط في الرموز بمنتهى البساطة ونرى ما لا يراه الآخرون. قول لي كده ايه مشكلة محمد صلاح معانا؟ محمد صلاح الراجل الذي اتهم في انتمائه الوطني، واتهم في انه هربان من المنتخب، واتهم بانه انه انه ما بيلعبش في المنتخب، رغم انه اكتر واحد هداف في المنتخب اللي وصلنا كاس عالم محمد صلاح، كل حاجه محمد صلاح، ومع ذلك اصيب. ولما لعب 5 ماتشات في ليفربول ما بيلعبش وهو نمره واحد هناك، كلوب قال لهم انا مندهش، ده اكتر لعيب شفته منتمي لبلده واعظم واحد دربته مهنيا واحترافيا. نقوم احنا نسيب كل ده واحنا اللي نهاجمه ليه؟ كتائب الكترونيه بقى وما ما بس كده مش طبعا ده جزء من الموضوع، ده جزء كبير من الموضوع. ايوه ده بيسموه بروموشن النفسانه. ده اللي بيروج النفسانه بس كده خلاص. انا كنت لسه بحكي دلوقتي بقول في برنامج اخر.